لشغالات المواطنين من خلال مشاكل القطاع النقل. كذلك في العنصر الأخير وهو الملف الذي نوعا ما كان خضع يعني الوقت الكافي من خلال مناقشته هو ملف المسح الأراضي والحفظ العقاري، وكذلك من خلال تدخل السيد والي ولاية تلمسان من خلال يعني توفير أو رصد غلاف مالي مهم من خلال الميزانية الإضافية لسنة 2024 فيما يخص الري، يعني بتزويد الساكنة بالماء الشروب. كذلك تطرقنا في خلال الدورة بشكل إسهاب إلى مشاكل النقل على مستوى ولاية التلمسان من خلال يعني الخطوط أو تطهير الخطوط النقل على مستوى ولاية التلمسان من وإلى ولاية التلمسان.